اعلت انتصارات الجيش العربي السوري، وكانت اعراس الوطن في اغلب المحافظات السورية ومن بينها محافظة الحسكة التي عبرت عن فرحها بإقامة أمسية شعرية ألقي فيها قصائد وطنية ووجدانية قدمتها عدد من شاعرات المحافظة في المركز الثقافي في الحسكة. قام أهلنا في الحسكة مهرجان أمسية شعرية خطابية وطنية تدل على محبة الشعب إلى الجيش، إلى القائد العظيم، إلى أرواح الشهداء، إلى جرحانا العظام الذين قدموا أغلى ما يملكون. كل الحروف تذل الآن أمام أبواط الجيش العربي السوري، وهذه الانتصارات الباسلة في دير الزور وتحرير الفرات العظيم منبع الشعر ومنبع الثقافة والأصالة العربية حقيقة جاء صداه ووهجه لشعبنا، للشعب في محافظة الحسكة. كان هناك أصوات جديدة في على المنابر من جميع المناطق، اخترنا 4 مناطق هي عمودة والشدادي والحسكة ورأس العين من كل الجهات الموجودة في المحافظة، هي رسالة لتناغم المناطق الموجودة في محافظة الحسكة. دعينا اليوم إلى الأمسية الشعرية وشاركنا فيها تزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري البطل. نحن فخورون ببسالته، فخورون بانتصاراته، كما قلت هم أولو الفضل علينا، هم والشهداء والدماء التي يبذلونها. قصائدنا كلها مهداة لهم. افتتحتها طبعا بقصيدة وطنية كانت عنوانها ربيع برائحة البارود، تحدثت فيها عن الوضع الراهن اللي قال إليه الوطن طبعا، وأشرت فيها إلى الغدر اللي تعرض له الوطن من كل الجهات. وأيضا كانت إلي قصيدة ثانية بعنوان أحلام الطفولة. عودة الحياة بكل تفاصيلها وأبرزها النشاطات الثقافية في سوريا تؤكد على صمود الشعب السوري وتمسكه بوطنه.